جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المواقع المحلية، معتقل لدى ميليشيا الحوثي يتمكن من شرح معاناته في رسالة. تفاؤل حذر لدى الصحافة السويدية بشأن المشاورات اليمنية. وفي أخبارنا المنوعة، أمريكي يقاضي حكومته لإصابته بنوبة قلبية بعد إنذار كاذب بهجوم صاروخي. أهلا بكم. كأن من يطلقون المدافع في الحديدة لا علاقة لهم بالمشاورات ولا بالوفد الذي قال إنه ذهب بحثا عن السلام، حيث يعنون موقع الصحوانات: الحديدة ميليشيا الحوثي تقصف عددا من المنازل وتشرد سكانها. وقال الموقع إن ميليشيات الحوثي الانقلابية استهدفت عددا من منازل المدنيين بقذائف الهاون وبشكل عشوائي في مديرية التحيتة جنوب الحديدة. وحسب مصادر محلية، فقد سقطت القذائف على عدد من المنازل، ما تسبب بتدميرها بشكل كلي وإلحاق أضرار مختلفة بمنازل أخرى. وفي مديرية حيث، قصفت ميليشيا الحوثي بقذائف الهاون والمدفعية عددا من المنازل، ما تسبب بأضرار كبيرة ونزوح سكانها. وأجبرت ميليشيا الحوثي مئات الأسر في الحديدة على النزوح بسبب القصف العشوائي الذي يطال منازلها. قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبدالله مجلي إن الجيش الوطني يعتبر تصرفات ميليشيا الحوثي تصعيدا غير مبرر ولا ينم عن نوايا حسنة نحو السلام. وأوضح العميد مجلي في تصريح لسبتمبر نت أن ميليشيا الحوثي هاجمت مواقع الجيش في مديرية نهم شرق صنعاء بالتزامن مع وصول وفد التفاوض إلى العاصمة السويدية ستوكهولم. وذكر أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في إطلاق القذائف والصواريخ تجاه مناطق المدنيين، وأكد أن قوات الجيش الوطني وبدعم من التحالف سترد وبقوة على هذه الاعتداءات والتصعيد المتكرر ولن تقف مكتوفة الأيدي أمامها. المسكوت عنه في المشاورات. تحت هذا العنوان كتب أحمد عبد الملك المقرمي مقاله المنشور في موقع الصحوانت مضيفا: يتواجه في اليمن مشروعان، مشروع يتطلع لبناء تحول ديمقراطي كامل الشروط والأهلية لبناء التحول الديمقراطي والاجتماعي والحضاري، ومشروع سلالي كهنوتي يدعي الحق الإلهي في الولاية. مسألة المشاورات أو المفاوضات ومقبلات بناء الثقة ومواعظ المبعوثين المتعاقبين بدعوة الشرعية والمتمردين للتنازل لبعض، كل هذه المصطلحات الديكورية ليست سوى مغالطات تسعى أطراف أممية لتمريرها. إن التمسك بالمرجعيات الثلاث من قبل الحكومة له أهمية بالغة، وإن أي تفريط بها هو خدمة بالغة الخطورة لمشروع الولاية. إن من يزعم أن أحقية الحكم أمر مسلم به له، سواء رضيت الأمة بذلك أو رفضت، فإن رضاها ليس فيه ما يضيف، وإن رفضها لا معنى له على الإطلاق بحسب زعمهم، بمعنى أنه ليس للأمة أدنى حق، سواء في رفض أو قبول من يزعم هذا الزعم، فإنه لا يرى فقط في أن المرجعيات الثلاث تقيده وتحد من نفوذه الذي ينبغي أن يكون مطلقاً، وإنما يحتقرها ويزدريها باعتبارها تتطاول على الحق الإلهي المتمثل بالولاية. وبالتالي فإن تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منهم بحسب قرار مجلس الأمن 22/16 يعني نزع أنيابهم ومخالبهم التي يعتبرونها حقاً مقدساً من مستلزمات الولاية التي تستبيح كل شيء يعيق طريقها. وهكذا بالنسبة لبقية المرجعيات، هل يجهل المجتمع الدولي هذه النية المبيتة الولاية التي تتربص باليمن واليمنيين في العاجل القريب جداً؟ قطعاً لا يجهلون ذلك، ولكن يتجاهلون. ومن هنا فإن من السذاجة جداً أن يقال تؤجل مسألة تسليم السلاح لحين تشكيل حكومة مشتركة، هذا معناه إن تم تمريره تسليم رقاب الشعب اليمني لمشروع الولاية. هل تجهل القوى السياسية والاجتماعية في اليمن حقيقة هدف الكهنوت الذي يريد أن يصل إليه الولاية؟ كلا، ولكن يتغافلون ويتساهلون.
يرصد موقع يمن مونيتور تعامل وسائل الإعلام السويدية مع سير المشاورات اليمنية، وقال الموقع إن هناك حذرا في هذا التعامل. وعنوان الموقع: تفاؤل حذر لدى الصحافة السويدية بشأن تحقيق تقدم في المشاورات اليمنية. ويفيد الموقع: يأمل المحللون السويديون والغربيون الذين تحدثوا للصحافة السويدية أن تكون قلعة جوهانسبرغ في أستوكهولم مكانا لوضع علامات جيدة في طريق السلام اليمني. وقال موقع أفتن بوستن: القلعة السويدية تقع على بعد ساعة بالسيارة إلى الشمال من ستوكهولم، ويقول موقعها على الإنترنت إنها قلعة في قلب السويد، وكل شيء تم تجهيزه فيها لتكون قلعة ناجحة للمؤتمرات ولقاءات الشخصية. هانس كوريل الدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة الذي تفاوض في العديد من النزاعات الدولية قال لراديو السويد: في حال سارت الأمور كما هو مخطط لها فهو اختراق كبير، فهي المرة الأولى منذ عامين تلتقي فيها أطراف الحرب، وفي الوقت نفسه لا ينبغي أن نأمل الكثير. بعد أسبوع من التعذيب أخرجوني وقد وضعت لي كاميرا يقف خلفها المصور وأنا أمامها ومن ورائها ستار، ويقرأ المحقق كلاما ويقول لي تقول بالحرف الواحد. هكذا يتم تصوير المعتقلين لدى ميليشيات الحوثي، كما كتب أحد المعتقلين في رسالة بثها إلى محاميه ونشرها موقع المصدر أونلاين في تقرير عنوانه فصل من الجحيم: رسالة مختطف في سجون الحوثيين يروي محنته الإنسانية مع التعذيب. يقول السجين في الرسالة إن الحوثيين خطفوه من قريته وأوصلوه إلى صنعاء وأخفوه قسريا لمدة 6 أشهر. وكان السجين قد ظهر في أحد المقاطع المرئية التي تبثها قناة المسيرة، ويظهر فيها مختطفون مدنيون يعترفون بمسؤوليتهم عن أحداث ليس لهم صلة بها. يروي المعتقل ما يتعرض له بعد الجلسة الثالثة. قال لي المحقق بصريح العبارة: ستعذب وستخرج إلى جوار برميل القمامة مجنونا. يضيف: استمر يضربني المحقق ولم يوقفه إلا خروج الدم من أصابع يدي وقدمي، ثم سلمني ووجه المستلم ليقوم بحرماني من النوم 4 أيام. في أحد الأيام جاءني المستلم ووضع المسدس في رقبتي وأنا معلق، وقال: تجيب المحقق بما يقول لك وإلا قبرك جاهز في الحوش، والله ما حد عارف من أنت. بعد 4 أيام جاء المحقق وأمر بفك رباطي وأنزلوني إلى غرفة، ووجدت رزمتين من الأوراق المملوءة بالكتابة، ويقف خلف المحقق وأمام المستلمين يناولني القلم من الخلف ويقول: وقع ولا تلتفت يمين ولا يسار ولا تقرأ، وإلا بقي لك 6 مراحل من التعذيب. فلم أجد بدا من التوقيع. ردا على مقال كتبه عضو الدائرة السياسية لحزب الإصلاح عبد السالم، كتب محمد المياحي مقالا تنشره بلقيس، وفيه يوضح الكاتب أن المراجعة لابد أن تكون نابعة من داخل قوى الثورة لا من قوى خصومها. في تصريحك الأخير قلت بأنه من الضروري إعادة تقييم نظرتنا للثورة. لا بأس، هذا أمر جيد، وما من ثورة إلا وتحتاج مراجعات مستمرة على الدوام لتعالج ارتباكها وتصحح عثراتها، لكنك لم تقل بضرورة ذلك كي تتجاوز الثورة أخطاءها، بل لتتوافق مع رغبة خصومها. وهنا يكمن العجز وتتجلى الخيانة بدوافع قد لا ينقصها البراءة والوجاهة أحياناً، فحين تكون المراجعة بغرض تطويع مبادئ الثورة كي تنال رضا خصومها، فأنت هنا تخون ذاتك ليستأمنك الآخر، وبهذا لا يوجد أي سلوك براغماتي في الموضوع، بل هو انحراف واضح عن محددات الثورة وتفريط صريح بمرتكزات الحياة السياسية الجديدة لليمنيين. ثم في نهاية المطاف سيكون الإذعان الكامل وغير المبرر لمن تصدى للثورة منذ البداية. فحين تبدأ الثورة بتقييم نفسها من منظار الخصم، تكون قد كتبت مصيرها الحتمي بأيديهم وكررت نهايتها كما يحلمون. إن كان هناك من اختراق للثورة فهو هذا الاختراق الذي حدث لذاكرتك الثورية، اختراق تمثل في استعدادك لتقييم فبراير بهدف التلاقي مع خصومها في منتصف الطريق، مع أن خصوم الثورة ذاتهم باتوا مسلمين بها ولديهم استعداد للتعامل مع ما بعدها وفقاً لمقتضياتها، لكن منطق المداهنة الذي يحمله بعض المحسوبين على الثورة هو ما يعيق تجذير فعلها. فبدلاً من حرصهم على دفع الخصوم للقبول بالقيم الجديدة المتخلقة عن الثورة والتعامل على أساسها،
ذهبوا للتشكيك بصعوبة البناء عليها. في جولتنا بالصحف الفرنسية والمترجمة خصيصا لقناة بلقيس، وعنوان صحيفة لو فيغارو: وفد حكومي يصل السويد لإجراء محادثات سلام، حيث غادر وفد حكومي يمني الرياضة في وقت مبكر من صباح الأربعاء إلى السويد، حيث من المقرر أن يشارك في محادثات السلام مع المتمردين الحوثيين. وحتى بوصول وفد المتمردين إلى السويد لم تعلن الأمم المتحدة رسميا موعد بدء المحادثات. مصدر مقرب من الوفد قال إن وفد الحكومة مؤلف من 12 عضوا يرأسه وزير الخارجية خالد اليماني. عبد الله العليمي مدير مكتب الرئيس هادي قال في تغريدة له إن الوفد الحكومي سيبذل كل جهد من أجل المشاورات الناجحة في السويد التي يعتبرها فرصة حقيقية لاستعادة السلام. حوالي 150 ألف مهاجر في عام 2018 في اليمن، البلد الذي يعيش حالة حرب. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة لاكروا الفرنسية مقالها، ونقلت عن المنظمة الدولية للهجرة قولها إنه من المتوقع أن يسجل اليمن قرابة 150 ألف مهاجر في عام 2018 بزيادة 50% عن العام الماضي رغم تفاقم الأزمة الإنسانية. تتابع الصحيفة بأن اليمن يظل محطة رئيسية على طريق المهاجرين الأفارقة الذين يسافرون في العادة برا إلى جيبوتي قبل رحلة محفوفة بالمخاطر من خليج عدن إلى اليمن، حيث يحاولون الوصول إلى دول الخليج الغنية. جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة تحدث للصحفيين في جنيف عن توقعهم بأن يصل المهاجرون القادمون إلى اليمن إلى نحو 150 ألف شخص هذا العام. يضيف ميلمان أن نحو 20% منهم هم من القاصرين، والكثير منهم ليسوا مصحوبين من ذويهم، والكثير منهم يعبرون منطقة حرب خطيرة، وهذا أمر غير اعتيادي ومقلق. ووفقا لميلمان تم تأكيد 156 حالة وفاة للمهاجرين في البحر هذا العام، ولكن ليس هناك شك في أن الوفيات يتم التقليل من شأنها. ما الذي يقوله لنا العام 1979 عن إيران اليوم؟ تحت هذا العنوان كتب جورج بريدمان مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد، مضيفا في أجزاء من المقال: تعاني إيران من تضخم يبلغ معدله 35% ومن جيوب للاضطرابات وشعور متزايد بين الإيرانيين بأن النظام يخدم نفسه فحسب. وقد فقدت أيديولوجية العام 1979 طهارتها وفشلت في تحقيق حياة تمكن إدارتها، ويبدو لي أن النظام أصبح يعتمد بشكل متزايد على قوات الأمن التي تتمثل مهمتها في تهدئة وتحييد الرأي العام من خلال التهديد باستخدام القوة، بدلاً من التركيز على القادة السياسيين الذين يفترض أن تكون مهمتهم تلبية احتياجات الشعب. مع كل هذه الضغوط الداخلية، ليس من الواضح أن النظام قادر على حل المشاكل الاقتصادية المتطرفة التي يواجهها. ولدى قراءتي للأخبار القادمة من إيران، أحاول أن أبحث عن علامات انتفاضة ممكنة بين رجال الأعمال وعن أي دلائل تشير إلى أن التدهور الاقتصادي له تأثير على المزاج العام. ومن المحتمل ألا يؤدي خلل اقتصادي من هذا النوع مقترن بتشاؤم متزايد إزاء النظام وأيديولوجيته إلى أي عواقب سياسية كبيرة، لكن ذلك ليس مرجحاً. في العام 1979 غاب ما كان يحدث تحت السطح عن بال معظم الناس إلى أن بدأ إطلاق النار، وقد اعتقدوا حتى بعد ذلك أن الانتفاضة ستخمد، لكن ذلك لم يحدث، فقد تغلب المجتمع على النظام، وما تزال هذه الحقيقة تدور في أذهان جميع الإيرانيين، وكانت أساس شرعية النظام الحالي. والآن تتصاعد المشاكل الاقتصادية وكذلك مشاعر التشاؤم، وتقف قوات الأمن مستعدة للتصرف، لكن هذا هو الذي أدى سابقاً إلى سقوط الشاه. وقد لا يعيد التاريخ نفسه بالضبط، لكنه له طريقته في عرض طريق ممكن للمضي قدماً. في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرئيسين الأمريكي ترامب والفرنسي ماكرون فتوراً كبيراً، سخر ترامب من التسوية بين ماكرون والمتظاهرين مذكراً بموقفه من اتفاقية المناخ، والرئاسة الفرنسية تمتنع عن التعليق. وعنوان موقع دويتشفيليه
ترامب يسخر مما يجري في فرنسا ومكتب ماكرون يمتنع عن التعليق. وقال الموقع إن الرئاسة الفرنسية امتنعت عن التعليق على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقد فيها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على التنازلات التي قدمها للمتظاهرين في حركة السترات الصفراء بشأن الضرائب على الوقود. وكتب ترامب على تويتر: يسعدني أن يكون صديقي ماكرون والمتظاهرون في باريس قد توصلوا إلى اتفاق يطابق ما توصلت إليه قبل سنتين، في إشارة إلى قراره لدى توليه مهام الرئاسة بسحب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ. وكان ترامب تدخل بشكل غير مباشر في الجدل السياسي الفرنسي بنقله تغريدة ناشط طلابي أمريكي محافظ كتب على تويتر أن هتافات نريد ترامب كانت تتردد في شوارع باريس، وهناك أعمال شغب في فرنسا الاشتراكية بسبب ضرائب اليسار الراديكالي على الوقود. وفي الأخبار المنوعة نطالع من صحيفة الحياة اللندنية والتي تابعت قضية غريبة رفعها مواطن أمريكي ضد حكومة بلاده، وعنونت الصحيفة: أمريكي يقاضي السلطات لإصابته بنوبة قلبية بعد إنذار كاذب بهجوم صاروخي. وقالت الصحيفة إن مواطنا أمريكيا من هاواي أقام دعوى قضائية ضد الولاية لأنه أصيب بنوبة قلبية بعد إنذار كاذب تلقاه على هاتفه المحمول وحذره من هجوم بصاروخ فلسطيني في يناير، متهما السلطات بالإهمال في الواقعة التي أصابت الآلاف بالذعر. وكان جيمس شون يقود سيارته إلى الشاطئ مع حبيبته بريندا عندما أرسلت الولاية إنذارا على الهواتف المحمولة جاء فيه خطر صاروخ باليستي في طريقه إلى هاواي، احتموا فورا، هذا ليس تدريبا. وأردت الرسالة في وقت كان التوتر فيه متصاعدا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي كانت قد أعلنت أنها طورت صاروخا باليستيا يمكنه الوصول إلى البر. وهرع الآلاف من سكان الجزيرة للاحتماء قبل أن تسحب وكالة إدارة الطوارئ في هاواي الرسالة بعد نصف ساعة قائلة إنها أرسلت بطريق الخطأ. وتطالب الدعوى القضائية بتعويضات مالية غير محددة، وتقول الدعوى إن جيمس شعر بألم وحرقة في صدره بعدما أجرى مكالمات لتوديع أحبته ومن بينهم ابنه وابنته، وهرع للمستشفى حيث توقف قلبه وخضع لجراحة طارئة لإنقاذ حياته. من صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية صور معبرة تدعو للحزن وأخرى تناقضها بالتفاؤل والجمال، نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تحمل العديد من الآراء والمواقف، نتابعها. هذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.